العميد السلام عليكم. في هذا الفيديو عندنا قواعد القوى ثم تمرين. إذا القاعدة الأولى هي جدا قوتين لهما نفس الأساس. مثال 3 أس 4 في 3 أس 2 فهي تساوي 3 أس 4 زائد 2 أي 3 أس 6. مثال آخر جذر مربع 7 أس ناقص 2 في جذر مربع 7 أس 5 تساوي جذر مربع 7 أس ناقص 2 زائد 5 أي تساوي جذر مربع 7 أس 3. إذن هذه القوة لتفسير هذه القاعدة لتفسيرها فأ أس إن تفكك أ في أ في أ في أ إن من العوامل، ثم أ أس إم هي أ في أ في أ إن إم مرة. إذن عندنا هنا إن من العوامل وعندنا هنا إم من العوامل، فهذه القوة ستساوي عدد العوامل هو إن زائد إم، لذلك نكتب أ أس إن زائد إم. القاعدة الثانية هي خارج قوتين لهما نفس الأساس. بطبيعة الحال أ عدد حقيقي يخالف الصفر، إذن هنا مثال لهذه القاعدة مثلا جذر مربع 3 أس 4 على جذر مربع 3 أس 2، ويمكن استعمال هذه القاعدة ونكتب جذر 3 أس 4 ناقص 2 أي جذر مربع 3 أس 2 أي هي 3. مثال آخر ناقص 5 أس 7 على ناقص 5 أس 10 فتساوي ناقص 5 أس 7 ناقص 10 أي ناقص 5 أس ناقص 3. القاعدة الثانية هي جدا قوتين لهما نفس الأس، وهذه القواعد هي تقرأ بطبيعة الحال في اتجاهين، هذا إذا كان عندنا التعبير فهو نحصل به على هذا، وإذا كان عندنا التعبير فيمكن نكتبه على هذا الشكل. مثال جذر مربع 5 أس 4 في 3 أس 4 فتساوي 3 في جذر 5 الكل أس 4، ويمكن أيضا أن نستعملها في اتجاه آخر أي من هنا إلى هنا. مثلا عندنا جذر مربع 2 2 في جذر مربع 3 الكل أس 2، فهنا في الحالة يمكن أن نكتب 2 أس 2 في جذر مربع 3 أس 2، ولحساب هذا التعبير 2 أس 2 هي 4 جذر 3 تساوي 3 جذر 3 أس 2 أي الجواب هو 12. كذلك خارج قوتين لهما نفس الأس، مثلا 7 أس 4 على ناقص 2 أس 4 أو أس 5 فنكتب 7 على ناقص 2 الكل أس 4، وبما أن الأس عدد زوجي فيمكن أن نحذف إشارة ناقص ونكتب 7 على 2 أس 4. قاعدة ثالثة أو قوة قوة. مثال جذر مربع 3 أس 4 الكل أس ناقص 2 فتساوي جذر مربع 3 أس 4 في ناقص 2 أي جذر مربع 3 أس ناقص 8. إذن بين أيدينا تمرين نحتاج فيه إلى تطبيق جميع هذه القواعد. مثلا لنبسطها، هنا لتبسيط أ نحتاج أولا إلى إزالة الأقواس، فعندنا هنا أقواس، إذن هنا سنطبق هذه القاعدة هذه في هذا الاتجاه، إذن نكتب أ أس صفر في ب أس ناقص واحد في أ أس ثلاثة أس ناقص خمسة أي أ أس ثلاثة في ناقص خمسة، ثم في ب أس أربعة أس ناقص خمسة
في ناقص 5 على هنا أس 2 ستتوزع على القوة وعليه ستصبح أ أس ناقص 5 في 2 في ب أس 3 في 2 إذا نبسط أي أ أس 0 في ب أس ناقص 1 في أ أس ناقص 15 في ب أس ناقص 20 على أ أس ناقص 10 في ب أس 6 ثم نبسط هنا بسط هذا التعبير ومقامه نلاحظ في البسط أن عندنا هنا قوتان لهما نفس الأساس وعندنا هنا قوتان لهما نفس الأساس أيضا ولكن أ أس 0 تساوي 1 إذا تساوي أ أس ناقص 15 ب أس ناقص 1 في ب أس ناقص 20 سنطبق هذه القاعدة ستصبح ب أس ناقص 21 على أ أس ناقص 10 ب أس 6 سأتمم الجواب هنا ثم بقى لنا الآن خارج قوتين لهما نفس الأس ب أس ناقص 21 على ب أس 6 وهنا أ أس ناقص 15 على أ أس ناقص 10 أي أ أس ناقص 15 زائد 10 سنطبق هذه القاعدة إذا هنا غتكون هنا في الأصل ناقص ناقص 10 اللي هي زائد في ب أس ناقص 21 ناقص 6 إذا الجواب النهائي هو أ أس ناقص 5 في ب أس ناقص 6 كذلك هنا غادي نقوم بإزالة الأقواس أ أس 2 ب أس 3 لكل أس ناقص 1 هي أ أس 2 في ناقص 1 في ب أس 3 في ناقص 1 على أ أس 3 في 2 في ب أس 2 في 2 أي أ أس ناقص 2 ب أس ناقص 3 سنبسط التعبير وهذا على أ أس 6 ب أس 4 ثم نطبق قاعدة خارج قوتين لهما نصف الأساس ناقص 7 شكرا على الانتباه ديالكم والله يعاونكم.